لا ممكن ما تعودي ايدك على الخوف. عفوا ما فهمت. عم قلك نزلي شوي فتحة الصدر خليكي جريئة. انت على خط ناعم بين الشجاعة والرخص. بس هدول مشان عرض الازياء اساسا، يعني لازم يكونوا زراف ومحتشمين. انا عمري 17 سنة، واذا فتحة الصدر والظهر كانت صغيرة ما رح تكون زرافة، بتكون بهدلة. بس ماركتك رح تفلس امي. هيك لكان. شو اللي ما عجبك قولي لشوف. مصمماتك لسه ما بيعرفوا يفتحوا الديكولتي. شش رح يسمعوا. مطي صوتك. اذا عندك حظ بتنتهي مدرستي بسرعه مشان اقدر اجي لهون وانقذك. عم بستناكي بكل شوق حبيبتي. يلا رح اروح انا. لوين؟ هاندا جاي يستنيها. لا ما بدي شوفها. خلص ماشي شوفك. مع السلامه. صحة وهنا. طالع بجنن عليكي. ما بعرف، مثل كأنه أخذنا هيك موديل من قبل من لندن. ماما بيشبهوا بس بالألوان حبيبتي. ليكي حبيبتي، إذا بدك عندي فكرة اتصلي مع خدامتك وخبريها إني رح ابعت حدا من هون بيجيب الفستان اللي عم تحكوا عليه ومنقارن بيناتهم. للأسف ما عاد في عنا خدامي. تسلم لي هاندا، ما بعرف شو عملت بغيابي. المسكينة هربت وتركت. كانت وحدة غبية. الطباخ عنا بيعرف وحدة، رح تجي خلال هذا الشهر. لهديك الفترة هاندا رح تهتم بشغل البيت لأنه هي شاطرة كتير. إذا بدكن وحدة مؤقتة في ناطورة البناية عنا، زهرة عم تجي لعندي يوميا وانا مبسوطه من شغلها كتير. بس هي حتى يلي عم يجوا عن طريق الشركات ما عم يعجبوها، فشلون رح تعجبها ناطوره؟ لا لا زهره وحده تاني تفهم عليك شو ما قلتي لو، سريعه وذكيه كمان، والاهم من كل هاد بنوثق فيها. تمام، اذا كل هالقد منيحه خليها تيجي بكره بشوفها بنحكي، واذا تفاهمنا بخليها تجي هالفترة يومين ثلاثة بالأسبوع. ماشي، لكان هلأ بحكي معها فورا. لا أنا ما حبيته لهاد، رح شوف غير شي. ماشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.